الاستباق الاقتصادي لمحاولات العرقلة، لأن دلوقتي ما بقاش في رفاهية الوقت إن إحنا نستنى بقى لما البلاد تستقر سياسياً تماماً، سواء كانت العراق أو سوريا أو ليبيا أو لبنان، وبعد كده نبقى نشوف هنعمل إيه في الاقتصاد. لا، أدينا شفنا مثلاً لبنان هنصدر غاز هنصدر نفط، السياسة اتظبطت، الحكومة اتشكلت بعدها ب 24 ساعة. كذلك النهاردة كان في 14 مذكرة تفاهم وست عقود تنفيذية ما بين مصر وليبيا، فالنهاردة الحقيقة عرس اقتصادي أيضا، فده هيقطع الطريق أعتقد على محاولات العرقلة، لأن لازم يبقى عندنا مجالس مكتملة نيابية وسياسية تزق بقى هذه الأطراف الاقتصادية، هم هيتكلموا يعني عنين. تماما، يعني خلينا نقول أنه لو حضرتك بتشير لإنعقاد اللجنة المشتركة المصرية الليبية، فده بالتأكيد بيعزز الجانب الخاص بالشراكة الاستراتيجية المصرية الليبية في هذه المرحلة. والحقيقة أن الجولة الثانية منها، الجولة الأولى كانت في إبريل الماضي لما الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المصريين راحوا طرابلس وتم توقيع تقريبا 11 اتفاق. المرة دي احنا عندنا تقريبا كامل الحكومة الليبية، رئيس الوزراء و30 وزير، وده يعني زيارة غير مسبوقة. الشق الاقتصادي مهم جدا، بيتعلق بمحور التنمية، وانا بعتقد انه او من المؤكد الحقيقة، ما هوش مجرد اعتقاد، انه مسألة التنمية عامل مهم جدا في اعادة تأهيل الدول اللي مرت بمراحل الصراع، انه ازاي تعيد تأهيلها على مستوى البنية التحتية وحتى على المستوى الاجتماعي، لانه في ناس تضررت من المعارك، واحنا بنتكلم على عقد كامل من الصراع في ليبيا. فكيف يمكن تأهيل هذا المجتمع؟ كيف يمكن اعادة تأهيل هذه الدولة لتعود الى ممارسة وضعها الطبيعي كدولة عضو في المجتمع الدولي؟ وليبيا دولة مهمة الحقيقة أيضا، لو أضفنا لها بعض الجوار الاستراتيجي بالنسبة لمصر وعامل واعتبارات الأمن القومي. الاتفاقيات اللي تم توقعها جزء منها دخل حيز التنفيذ المتعلق بجانب البنية التحتية، ومصر قدمت دعم في هذا المجال، والدكتور مصطفى مدبولي قال إن احنا هنواصل هذا الدعم، وأنا بعتقد إن فكرة إنه هذه العلاقات يكون لها أبعاد واضحة وإنها تكون منظمة، وإنه يعني هذه الأطر دي مسألة مهمة. بتدينا ملمح تاني ايضا انه مصر لها ثقل في عمليه اعاده الاستقرار في ليبيا طبعا بشكل اساسي، ودور في عمليه اعاده الاعمار، وده ناتج مش من يعني حاله تعاطف او ربما يعني حتى الاعتبارات التاريخيه والاعتبارات الجغرافيه الحاكمه في محددات العلاقات المصريه الليبيه، لكن انا بعتقد ان مصر عندها نموذج يعني قدرت انها تصدره بشكل ناجح للعراق والاكثر من دوله وليبيا ايضا، انه اللي حصل في برنامج التنميه المصريه خلال السبع سنوات الاخيره، انا اعتقد انه هو نموذج يعني بتحاول اكثر من قوى اقليميه انها تستلهمه في هذه المرحله. طب خليني اسالك يا دكتور، في معطل برضو، بما اننا تحدثنا عن المعرقلات، في معطل بقى ان مصر تخش بقوه كعمال كفنيين كمهندسين كرؤوس اموال، وهو التدخلات الخارجية اللي أعلن عن رفضها تماماً مرة جديدة سيادة الرئيس النهاردة، واستمرار وجود المرتزقة على أرض ليبيا. هل تعود ليبيا أرض آمنة مرة أخرى؟ متى لعودة العمال المصريين بعد ذبح 21 مصري على أرض ليبيا، وبعد ترهيب وتهديد أعداد كبيرة، والجهود الكبيرة اللي بذلتها مصر خارجية ومخابرات وجيش، وعشان نرجع ولادنا اللي عايزين يرجعوا كان أعدادهم بالألفات، ونوفر لهم هنا فرص عمل بديلة زي ما حياتك عارف. صحيح. شوف أستاذ إيهاب، يعني خلينا أقول لحضرتك على حاجة، يعني هي الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية هي رؤية متميزة الحقيقة عن معظم الرؤى اللي عند الأطراف المنخرطة على الساحة الليبية، بمعنى أنه عدد كبير من الأطراف بيشوف أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات وتنفيذ خريطة الطريق. بالجانب الخاص بالأطر الإجرائية، يعني إحنا نعمل انتخابات، فالانتخابات طب ما هو حصل انتخابات في 2012 في ليبيا، لكن هذه الانتخابات أدت لتمزيق ليبيا بالظبط، تمام؟ لأنه ما فيش حد اعترف بيها أصلا بعد كده، وإحنا عارفين وجود الميليشيات والتدخل الخارجي وما إلى ذلك. فاحنا هنا بنتكلم على رؤية شاملة بالنسبة للمنظور المصري في هذه المسائل.
انه زي ما واضح من البيان الرئاسي في اعقاب اللقاء، رئيس السيسي ركز على كل الاعتبارات اللي بتشكل او كل المحددات اللي بتشكل الرؤية الاستراتيجية المصرية، ومنها انهاء التدخل الخارجي بمظاهره اللي هو بقى فيه التواجد العسكري اللي فيه المرتزقة اللي فيه كذا. يعني ليه؟ لانه بحكم التجربة وتراكم الخبرة في الملف الليبي الثابت انه التدخل بهذا الشكل افسد العملية السياسية حتى بعد اجراءها. يعني الانتخابات اللي حصلت في 2012 يعني لم يتم الاعتراف بها ازاي؟ نتيجة عدم قبول الاطراف بنتائج هذه الانتخابات. وبالتالي المهم مش ان احنا نوصل فقط للانتخابات، لكن المهم ايضا ان يتم الاعتراف بها وان تتم في بيئة امنة من التدخلات الخارجية. لانه لما تكون في قوة تحمل السلاح خارج اطار الدولة يمكن ان تؤثر على مجريات هذه العملية. ده البند الاول. البند الاخر لما توجد قوة بهذا الحجم ولديها هذا الكم من السلاح ومدعومة من الخارج، لديها القدرة ايضا على افساد او تعطيل تشكيل حكومة او الاخر. ان وجود هذه الاطراف ايضا كفيل بان هو يعيد اشعال المشهد الليبي من الزوايا الامنية مرة اخرى، ويجعل الاطراف تتجه الى البحث عن الاساليب الدفاعية للتعامل مع هذا الموضوع، وبالتالي تعيدنا مرة اخرى الى المربع الصفر. فعليه مصر بتقول ايه؟ مصر بتقول انه اذا احنا ماشيين في دافع مسار عملية الانتقال السياسي وفقا لخريطة الطريق اللي قررها الملتقى السياسي وفي اطار مؤتمر برلين الاول والثاني، فاحنا علينا ايضا ان ننفذ كل هذه الاستحقاقات بشكل متصل. يعني ما ينفعش انا يعني اختار جزء منها عشان انفذه واتخلى عن جزء اخر. وعلى التوازي، يعني استكمال توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، انه يتم انهاء مظاهر التوتر اللي موجودة او اللي ممكن ان هي تسبب توتر، وانه تقويض التدخل الخارجي علشان ما يكونش فيه سيطرة على طرف لصالح طرف اخر. والحقيقة ايضا مصر اكدت على انه هي بتتعامل مع كل الاطراف على مسافة واحدة، الاطراف الليبية على مسافة واحدة، فما فيش انحياز لطرف على حساب الطرف الاخر، لكن الانحياز المصري هو لإعادة الاعتبار للدولة الليبية مرة أخرى. هي إيه الفكرة؟ إنه يبقى فيه يعني دولة، إنه يبقى فيه حكومة لكن ما فيش دولة. فالمهم إنه تعيد الاعتبار لهذه الدولة وتعيد الاعتبار لسيادة هذه الدولة، وإنه يعني ما يكونش فيه يعني مسببات مرة أخرى لإن إحنا نرجع نكرر المراحل الانتقالية، فنفضل في هذه الديلمة بلا نهاية. وده اللي أكد عليه عبد الحميد لدبيبة النهاردة لما قال إن مصر بالضبط. أكدت إنها لا تنحاز إلا للشعب الليبي. أبشكرك جدا يا دكتور بالضبط. شرفتنا، شكرا جزيلا. تحياتي لحضرتك. شكرا استاذ. جزيل الشكر لدكتور أحمد عليبة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.